عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم رضوان بلغموش، رئيس جمعية نادي الريف الرياضي لبناء الجسم والفتنس، بطل دولي سابق، إطار وطني. في البداية أتحدث أولا عن أحداث الساعة بالمناسبة، ومن هذا المنبر أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على سياسته النيرة والحكمة والحكامة فيما يخص التحركات الأخيرة في ممر القرقارات. أيضا نشيد بسيادته في حماية وحدتنا الترابية. أيضا نشيد بالقوات المسلحة الملكية لحمايتها لممر القرقارات، وهذا انتصار كبير للمغاربة ولسياسة النيرة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. ثانيا أتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، ونحن في مقربة من التلقيح، وأتمنى إن شاء الله الشفاء للجميع. مادام السيد لاح فيديو إلا أنه كيتسنى التعقيب، أنا غادي نعقب على هذا السيد اللي قال كلمات، قال كلام كبير على رياضة بناء الجسم والفيتنس. غادي نتكلم بصفتي رئيس جمعية، وأيضا بصفتي بطل دولي سابق. في البداية كنقول هذا الأخ طبعا اللي كيقول أنه نائب رئيس عصبة الوسط، هذا أول نقطة. بعدا عصبة الوسط كتبرأ من هذا السيد على أساس أنه عمره ما كان نائب رئيس ولا كان رئيس شرفي أبدا، وكان وثيقة تلاحت مؤخرا من عند رئيس عصبة السيد زرودي، تلاحت في المواقع التواصلية. إذن هذه أول حاجة، السيد انتحل صفة ديال رئيس عصبة أو نائب رئيس عصبة أو رئيس شرفي، هذه أول حاجة. ثاني حاجة يتكلم على الأموال طائلة، هذا المصطلح قال الأموال طائلة، أنا كنعقب على المصطلحات ديالو، قال الأموال طائلة اللي كتاخذها الجامعة. الجامعة كتاخذ أموال، الفلوس اللي كتاخذ الجامعة، اللي أنا عندي دراية من هذه القضية بحكم أنا رئيس جمعية، والجامعة كدير الشفافية في جميع العمليات ديالها ديال الصرف ديال الميزانية، الشفافية وموضحة جميع الأمور. ميزانية ماشي طائلة باش نتسمع، 80 مليون ماشي هي ميزانية طائلة، أموال طائلة باش تسمعوا، 80 مليون يعني كاينة عقدة أهداف، الوزارة كتعطينا عقدة أهداف، ملي كندوي بهذه الطريقة هذه بحال إحنا كنطعنوا في الوزارة، حاشا باش نطعنوا إحنا في الوزارة ولا الناس ديال الوزارة ولا الناس اللي قايمين على الأمور ديالهم في النسبة ديال وزارة الشباب والرياضة ولا الكوميتي الاولمبيك، ابدا الناس قايمين بالامور ديالهم. اذن الا كان يعطيونا عقده اهداف وحنا كنطبقوا ديك عقده اهداف بحذافير حروفها. بون هاد الاموال الطائله اللي كتقول عليها استاذ اللي قلتي في الفيديو ديالك في الاول ولا الثاني الله اعلم، انا اول سمعت فيديو واحد اموال طائله، هاد الاموال كاينه ان بودجي اللي هو ديال 8 مليون اللي الجامعة لاحتو لجميع الجمعيات والعصاب المنخرطة تحت اللواء الجامعة، أنا كندوي على الجمعيات المنخرطة، جميع الجمعيات المنخرطة عندها دراية بهذا الشيء هذا، والأبطال الدوليين عندهم دراية بهذا الشيء هذا، دراية وعارفين هذه الأمور كاينة. هذه حقوق الأهداف كتبازي عليها الجامعة
وكتمشي بها والوزاره كتراقب هذا الشيء، كاين مراقبه، درهم ما كيمشيش. زائد نتائج الحمد لله من الجامعات، ثلاث الجامعات الاوائل في على الصعيد الوطني اللي كيجيبوا نتائج. الى شاركنا على الصعيد الدولي كنجيبوا نتائج، ما كنمشيو نشاركوا من اجل المشاركه، لا، كنمشيو نشاركوا كنجيبوا نتائج، كنجيبوا ميداليات، كنرفعوا الرايه ديال البلاد عاليا في المحافل الدوليه. وهذا بشهاده ديال الوزاره وشهاده ديال الصحافه. نزيد نعقب على كلمه اخرى قلتيها استاذ السي مهدي، قلتي ما بغيتش الابطال يضيعوا، زعما ما خصهمش يشاركوا مع الجامعه حيت الا شاركوا كيضيعوا. هذا خطا كبير السي مهدي، حيت ما غاديش نشاركوا واخا عن بعد واخا بالفيديوهات. المهم كتحمس الابطال وكتحمس الجمعيات الانديه باش الابطال يبداو يستمروا. حنا خصنا الاستمراريه، حنا خصنا نستمروا، ما خصناش نوقفوا. ملي حنا غادي نوقفوا في الظروف ديال كوفيد 19، ملي غادي نوقفوا حنا على التدريب ونوقفوا الابطال ما يشاركوش، اذا غتنزل المستوى. العكس، حنا بغينا الابطال يبقاو يشاركوا، حيت يبقاو يشاركوا اذا ما ضيعناهمش، ماشي نجلسهم في ديورهم وما كاينش لا تدريب لا مشاركات. كنقولوا على اساس اننا ما كنضيعوهمش، العكس، الا جلسنا في ديورهم ما ضيعناهم، العكس، خصنا نشجعوهم. الطريقه ديال الفيديوهات السي مهدي راه باش نرجع لك ليها، راه هي اللي بدات بها الاتحاد الدولي اللي هي الاف بي بي، وحنا كجامعه او كرؤساء جمعيات او كعصاب اللي منضوي تحت اللواء ديال الجامعه الملكيه المغربيه لبناء جسم الفتنس، حنا منخرطين مع الاتحاد الدولي اللي هي لا اف بي بي اللي كترأسها السيد سانتوخا، رافائيل سانتوخا. هذيك هي اللي معترفه، معترف بها. وهذا الاتحاد اللي هو لا اف بي بي اول عمليه دارها في كنظن في شهر 6 و7 دار هذه الطريقه اللي كنديروا حنايا عن بعد. حنا دابا كنتبعوا نفس الطريقه اللي دارتها الاتحاد الدولي، حنا كنديروها. شنو الفرق بيناتنا؟ مؤخرا هما داروا في لي بوديوم، جابوا الابطال وداروا لي بافي ديالهم، داروا الكمامات ديالهم وشاركوا. علاش؟ حيت طلقوا لنا القاعات. حنا في المغرب باقي القاعات ما طلقوش، القاعات ديال دور الشباب والقاعات ديال 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 السينمات ولا القاعات ديال المغطاط، القاعات ديال وزاره الشباب والرياضه ما طلقوش، باقي مسدودين. اذا مضطرين نبقاو في ذاك العمليه اللي دارتها الاتحاد الدولي لا اف بي بي الاولى، وهي المشاركه عن بعد عن طريق الفيديوهات. وحنا عندنا الشفافيه وعندنا الناس ديالنا، عندنا فيهم الثقه التامه، حكام دوليين. انت اللي سبيتي الناس ديال الحكام ديال الدوليين، قلتي ما عندناش حكام دوليين. بالعكس السي مهدي، راه عندنا حكام دوليين في المستوى وباعتراف ديال الاتحاد الدولي لا اف بي بي. المدربين ديالنا مؤخرا لا في البطوله ديال البرتغال، بطوله المتوسط ديال البرتغال، والبطوله اللي تمت مؤخرا في تونس واللي في الجزائر عفوا، ولا في جميع الملتقيات الدوليه اللي رفعوا فيها الرايه، رفعوا فيها الابطال ديالنا الدوليين الرايه عاليه عاليه عاليه. هادو شاركوا فيهم الحكام الدوليين ديالنا، بلا ما نذكر هما تبارك الله كاين واحد العدد ديال الحكام الدوليين شاركوا وبقاو، يعني ما كيتغيروش من التحكيم. الحكم اللي كيكون ضعيف كيتغير، كيتغيروا اللجنه التحكيم الدوليه. الحكام ديالنا بالنزهه ديالهم والخبره ديالهم تبارك الله كيبقاو من الديبار حتى كتسالي التظاهره الدوليه. هذا دليل على ان عندنا الحكام في المستوى السي مهدي. ما تضربش الحكام ديالنا، وحنا عارفين الحكام ديالنا عندهم مستوى عالي. هذه من جهه. من جهه ثانيه قلتي الابطال كيغامروا بالصحه ديالهم. حنا ما كنقولش الابطال ديالنا يغامروا بالصحه ديالهم، لا، بغينا الابطال ديالنا يوصلوا لمستوى عالي ويجيبوا نتائج، ولكن يحافظوا على الصحه ديالهم. الحفاظ على الصحه، ما يغامرش بالصحه. امتى كيغامر بالصحه؟ شكون اللي كيغامر بالصحه؟ اللي كيستعمل المنشطات. حنا كرؤساء جمعيات وكابطال وكاطور ديما كننصحوا الابطال وكنديروا دي سيمينير على مستوى وطني، دي سيمينير ديال محاربه المنشطات. مؤخرا الجامعه في مراكش
مؤخر ما كملت كنظن مؤخر ما كملت شهر دارت ندوه ديال محاربه المنشطات. ندوه محاربه المنشطات، اذن حنا كنحاربوا المنشطات اللي كتخرب الصحه ديال الابطال. ما كنقولوش الابطال ديالنا يغامروا بصحتهم، لا، يبقى بصحته عافيه حتى خريف العمر، بكامل صحته حتى خريف العمر. بغينا يبقى هذا البطل هو اللي بغينا حنا، ما بغيناش البطل حنا اللي يدي نتائج يجيب نتائج ويوصل لمستوى وفي الاخر تكون عنده عواقب في الصحه ديالو ابدا. اذا حنا السي مهدي هذه غلطتي فيها، حنا الابطال ديالنا ما كنقولهمش يغامروا الصحه ديالهم، ما كاينش المغامره في الصحه، هذه قلتيها في الفيديو ديالك. ايضا اتهمتي الناس ديال الجامعه والناس ديال الجمعيات وسبيتيهم. السي مهدي هذا كلام كبير وكلام مسؤول، وسميتي بهذا المصطلح الشفره. ملي كتقول شفره اذا كتمس جميع القطاعات، لا القطاع ديال الجامعه الملكيه، لا الجمعيات اللي مخرطه معها، لا الابطال، ولا القطاع الوصي اللي هي الوزاره الوصيه. الناس قايمه بالامور ديالها، قايمه بخدمتها، كاينه لوديت، كاينه الناس كتراقب درهم ما كيمشيش في شي حاجه ماشي هي هذيك. اي حاجه كاين لي جوستيف ديالها، اي حاجه كاين لي رابور ديالها، كاين المحاضر. شوف داك الشيء ماشي عشوائي. المغرب تبارك الله كما قلتي المغرب تطور، المغرب مطور من زمان تحت السياده ديال صاحب جلاله نصره الله، مطور من زمان، وكاين الديمقراطيه وكاين الشفافيه. وقلتي ان الجامعه ولا الاطر ديال الجامعه ولا الناس اللي مكلفين الجامعه كيقيدونا. انا كرئيس جمعيه وكبطل سابق ما كيقيدني حتى واحد، بالعكس كاين الشفافيه في الجامعه، كنجتمع معاهم كنحضروا معاهم في الاجتماعات في الندوات في الملتقيات الوطنيه، كاين الشفافيه والوضوح، شفافيه والوضوح. اما نرجع لك لي بريسيليكسيون ديال لي فيديو، راه كاين عندنا حنا الثقه ديالنا التامه في الحكام ديالنا، الثقه التامه. الطريقه ديال لا بريسيليكسيون لي فيديو ولا التظاهرات عن بعد ولا المباريات عن بعد، هذه حنا ما جبناهاش من دماغنا، ما اجتهدناش حنا، لا، هذه دارتها الاتحاد الدولي لا اف بي بي اللي حنا تحت اللواء ديالها، اللي حنا منخرط تحت اللواء ديالها وحنا تابعينها. ملي تحلوا القاعات ديالنا غادي نمشيو نديروا نشاركوا في القاعات ديالنا، باقي القاعات ما تحلوش، ما تعطاش في فيغ باش تحلوا القاعات. السي مهدي ملي تحلوا القاعات غنديروا حنا مباريات، ما نتسنى حتى واحد يقول لنا هم القاعات تحلوا انتوا باقي كديروا فيديو ابدا. قلتي كلمه اخيره في الفيديو ديالك، انا سمعت الفيديو واحد وكنعقب عليه، هي ان العصبه شخصيا كنعرف ناس ديال العصبه ديال الوسط، ناس تبارك الله في المستوى، ناس قايمين بالامور ديالهم، ناس ذوي خبره، ناس ابناء الميدان، ابناء اللعبه، لي زوم دو ميتي، ابناء اللعبه. قلتي بغاو يستغلوك ناس ديال العصبه، حاشا واش داك الناس يستغلوا شي حد، حاشا واش داك الناس يوصلوا لهذا المستوى. الناس في المستوى تبارك الله، الناس قايمين بالامور ديالهم، الناس عندهم ابطال في المستوى، العصبه كتعطي ابطال. انا كنقول لك ديك العصبه واخا ما كنتميش ليها ولكن كنوب بها وكنوب بالسيد الرئيس ديالها اللي هو السي زرودي، تبارك الله عليه وتبارك الله على المجموعه كامله ديالها. اخيرا كنقول لك السي مهدي، عافاك. الانسان الا بغى ينتقد شي حاجه خص يدخل، يعني ندخل ذاك الميدان، نخرط انا مع ذاك الجامعه ولا مع ذاك العصبه وندخل ونعرف الحقائق اللي ما كندوي، يعني فاقد الشيء اللي يعطيه. ملي ندوي انا من تلقاء نفسي ونسب الناس، لا يا سي مهدي، ما نبغيكش تنزل لهذا المستوى انك تسب الناس وطعن في عصبه على قدها تبارك الله اللي هي عصبه الوسط، ولا في الرياضيين، ولا في الابطال الدوليين اللي كلهم قالوا الكلمه ديالهم مؤخرا في الفيديو، راه كاينه كيقولوا الحقيقه والجامعه كتشارك. جميع المشاركات الدوليه ديال الجامعه ديال هذه 4 سنين الاخيره كلها حققت فيها نتائج في المستوى، وعمر ما تحققوا نتائج اللي تحققوا في هذه 4 سنين الاخيره. كلمتي اخيره، ديما بقى نقول اخيره، دابا اللي اخيره. كنشكر الناس ديال الصحافه، الناس ديال لابريس، الناس ديال المهنه ايش كتسميوها، مهنه الصعوبات، مهنه الناس تبارك الله كيوصلوا للحقيقه، فهمتي، كيوصلوا للحقيقه. وحنا ملي كنهضروا السي مهدي
ولا كان دابا كنواجه الجميع، كنهضروا بوثائق، كنهضروا بادله، حنا عندنا ادله، كنهضروا دلائل قاطعه على هذا الشيء اللي كنديروا، دلائل قاطعه كاينه عند الوزاره وكاينه عندنا، قال لي رابور، اي حركه كديرها الجامعه، اي تظاهره، اي سيمينار، اي نشاط كديروا الا بالمحضر ديالو، بالفيديو ديالو، بالصور ديالو، وبالميزانيه، بالميزانيه وبلي جوستيف. يعني ما عندنا ما نقولوا في الجامعه الملكيه المغربيه لاي جسم، اللي علاش النتائج تتحدث عن نفسها، النتائج هي اللي كتكلم. ملي كنبغي ندوي على شي جامعه، شي رياضه، كندوي على النتائج. الا كانت النتائج اذا الجامعه غاده في المسار الصحيح، الا ما كانتش نتائج اذا كاين غير مشاركه من اجل المشاركه، اذا ما كاين لا نتائج لا والو. هذا هو اللي خصني نقول لك السي مهدي، وشكرا للجميع وتحياتي، والله يهز عينا هذا الوباء، وشكرا جزيلا، شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم، مودي اسامه، مسؤول عن التواصل والعلاقات العامه للجامعه، حكم وطني، ومدرب في رياضه بناء الاجسام وممارس. اول حاجه تنهنئوا افراد القوات المسلحه الملكيه داكشي اللي داروا في العمليه اللي داروا في القرقالات، لانك فرد من هذا الكيان ديال القوات المسلحه الملكيه لواحد المده ليست بوجيزه. ثاني حاجه بغيت نعقب على هذا الشيء اللي واقع في المغرب، والله يرفع علينا هذا البلاء. بعض الاشخاص الله يهديهم تنتحلوا صفه، تخرجوا تيديروا فتنه اللي حنا في غنى عنها. تبدا بنادم غير يجبد من راسه ويلصق واحد منتحل صيفا، تنعت الابطال بالاغبياء ورؤساء الجمعيات بالناس اللي ما عارفينش وما فاهمينش. بالعكس، الرياضه هي هو المثل اللي شفناه في الحيوطه، في المداخل ديال المدارس، العقل الجسيم، العقل السليم في الجسم السليم. وبغيت نشيد باعضاء ديال الجامعه الملكيه لبناء الجسم وجميع المكونات ديال الجامعه من رؤساء عصاب وعصاب وجمعيات وابطال، لان في هذه السنين الاخيره الرياضه ديال بناء الجسم كانوا داروا بزاف ديال التظاهرات وطنيه، وخرج المنتخب بواحد الاعداد اللي هي هائله اللي ما كانش سابقه للنظير. شاركوا بزاف ديال التظاهرات، والحمد لله في كل تظاهره كنا تنجيب واحد العدد من الميداليات. الجامعه كانت تتكلف بالابطال، تعزل خيرات ديال الابطال الوطنيين، ماشي كسابق العاد كانوا تيمشيو غير الابطال اللي تيعيشوا في دول الخارج والخليج ولا في الخارج ديال ارض الوطن ولا هذا. بالنسبه للابطال كانوا تيخرجوا، وعطينا الفرصه لجميع الابطال الوطنيين اللي هما في المستوى. بالنسبه للحكام عندنا خيره الحكام الوطنيين والدوليين، حكام اللي عطاو الكلمه ديالهم في البطولات الدوليه، وابانوا على انهم الحكم المغربي تبدا واحد البطوله من بدايه ديال البطوله حتى النهايه ديال البطوله كعضو رسمي في لجنه التحكيم ديال الاتحاد الدولي، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا. السلام عليكم، معكم البطل الدولي أبلة محمد، مدرب وطني وبطل عالمي. بالنسبة لي الموضوع ديالي، وهو أنا الحمد لله دائما تقريبا دابا شي جوج مرات أو ثلاثة مرات اللي كنخرج مع المنتخب الوطني، اللي الحمد لله شاركنا في البطولة الإفريقية ولا البطولة العربية ولا البطولة البحر الأبيض المتوسط، اللي الحمد لله كنا مشينا في يعني في احسن ظروف، ومشينا في يعني كاع الابطال مشينا، وما الحمد لله ما حتى واحد ما مخصوص من شي حاجه. وانتم كتعرفوا يعني رياضه بناء الجسم اي يعني راه ماشي عندها مصروف عادي كجميع الرياضات، يعني مصروف ديال غير باش تخلص على البطل، مثلا كل اتليت تخلص عليه الطياره الي روتور زائد الفندق زائد يعني البطل تيحتاج بزاف، يعني البطل ديال بناء الجسم ضروري خاصو يدير اللون باش نعرفوها، كيخلصوا عليك اللون
كيخلصوا عليك التسجيل وكيخلصوا عليك بزاف ديال العوامل، يعني هادشي راه ماشي ساهل. والحمد لله البطولات اللي لعبنا مؤخرا وداكشي تاع المنتخب يعني احتل يعني المراتب يعني مشرفه البلد. هذا هو اللي كاين. شكرا. الله معكم البطل الدولي انس حجيج، بطل في رياضه بناء الجسم، لاعب منتخب وطني في عده تظاهرات وطنيه ودوليه. سمعنا مؤخرا بان بعض الناس كينكروا كيقولوا بان الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم ما كتخرجش الابطال ديالها باش يشاركوا في البطولات الدوليه، وانا كنستنكر هذا الكلام هذا، بحيث انني في سنه 2017 خرجت مع المنتخب الوطني جوج ديال الخرجات اللي هما بطوله البحر الابيض المتوسط وبطوله افريقيا اللي دازت في دوله الجزائر، وكذلك بطوله العالم اللي دازت في بطوله اسبانيا. والحمد لله الناس ديال الجامعه راه كيخدموا كيديروا اللي عليهم على حسب المستوى اللي عندهم المادي، كيقوموا بالعمل ديالهم على ما يرام. و هاد الناس هادو ما خصهمش يبقاو يدويو عن سفاهه وعن عن عن كلام فاضي، يعني لازم يكونوا متاكدين من الكلام عاد يبداو يدويو عليه. وهاد الناس راهم دايرين اللي بجهدهم، وحنا كابطال يعني خرجنا معهم عده مرات وجبنا مراكز اللي كتشرف البلاد الحمد لله واللي كترفع الرايه المغربيه. السلام عليكم، معكم مهراوي عبدادي، رئيس فيدراليه للقاعات الرياضيه والمغربيين ورئيس جمعيه النادي الافريقي. اولا كنشكر جريده جورنال اصوات يعني على المواكبه ديالها والمتابعه ديالها حتى في المجال الرياضي في جميع المجالات. واليوم حنايا جينا باش نتليو بواحد الشهاده ديالنا اللي هي شهاده حق صراحه في حق الجامعه من الرئيس الى المستشارين. يعني سمعنا شي مناوشات وشي اخبار على الجامعه كتسوء الجامعه بان الجامعه ما قايماش بالواجب ديالها، وحنا الشهاده ديالنا لله، يعني الجامعه قايمه بالواجب ديالها وقايمه به اكثر وزياده، يعني في الظروف اللي هي عندها واحد المنحه قليله. والحمد لله الابطال راه عطاو تصريحات ديالهم ابطال دوليين بانهم خرجوا على طلب الراي عليه ولعبوا مباريات في الدول الاوروبيه وفي افريقيه وفي عربيه بمساعده الجامعه من الرئيس الى المستشارين كما نقول. وهذا كيعني هذا كيدل على ان الجامعه الحاليه يعني راه مسيره موفقه عندها خلال حصولها على الرتب الاوائل، يعني الحمد لله حنا صرنا كنسمعوا المغاربه ولاو كيحصلوا على رتب اوائل في بطولات العالم، لف حتى في المستر الاولمبيا بطل مراد صغير عزيز جلالي اللي لعب حتى هو المستر الاولمبيا، كاين ابطال مغاربه كبار كابلا كحميد قصير كانس حجيج كرشقي كعراب، هذو كلهم خرجوا برا كيوسف عملوا في مالفيزيك وصلوا في مالفيزيك، يعني الحمد لله كاينه واحد النتائج. وشكرا. ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يوسف السوبي، رئيس جمعية سوبي ماستر لبناء الجسم والفيتنس. كنتمنى من أسرة ريادة بناء الجسم والفيتنس يكونوا بخير وعلى خير، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء. فيما يخص رؤساء جمعيات رياضية بعصبة الدار البيضاء الكبرى، يعني كنعيشوا واحد الجو أخوي، واحد الجو أسري ما بين رؤساء الجمعيات، يعني كل شيء كيخدم على ما يرام الحمد لله. عصبة الدار البيضاء لبناء الجسم والفيتنس عندها أعضاء مميزين، عندهم خبرة لسنوات طويلة، كاين أبطال دوليين، يعني جميع الأعضاء ولاد الميدان، والحمد لله كنعيشوا واحد الجو اللي هو متين بيناتنا، يعني وراضين كل الرضا على العمل اللي كيقوموا به.
وحنا كجمعيات كنقدموا يد المساعده كالانخراط ديالنا كتجهيز الابطال. هذا هو الدور اللي خصنا حنا نقوموا به، عوض ما نبداو نتجهوا لبعض السلبيات، خصنا دائما نبحثوا على الايجابيات. فيما يخص الجامعه الملكيه المغربيه لبناء الجسم والفيتنس، ملي كنبغيو نهضروا عليها خصنا نديروا واحد التقييم ما بين هذه الجامعه او ما بين هذه السنوات او السنوات الماضيه، يعني السنوات الاخيره، يعني راه كاين واحد العمل ممتاز، عمل جدي. يعني هذا الكلام هذا ما جاش من الفراغ، يعني حاليا كنوجدوا ابطال من المستوى المحلي كيلعبوا على المستوى الدولي، العكس السابق كنا الا بغيتي منتخب وطني خاصك تلتجأ لدول الخليج باش تجمع واحد منتخب وطني. دابا العكس هو اللي حاصل، المنتوج ارتقى، الابطال ولا عندهم واحد مستوى دولي، وهذا الشيء لله الحمد راه ما كانش من قبل. يعني ولا عندك منتخب كيمشي كيشارك بطولات دوليه، كيحققوا القاب، بطولات القاب، ميداليه ذهبيه، رتب اولى، رتب مشرفه، والحمد لله راه العمل راه غادي على ما يرام، من حسن الى احسن. وكنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم عائله بناء الجسم، العائله الثانيه. معكم البطل حميد قصير، بطل مغربي ودولي. اليوم جينا باش نقول واحد الشهاده ديال الحق فيما يخص شي مناوشات على ان الجامعه الملكيه ماشي في المستوى، بالعكس انا مثال حي. من غير بطل انا رئيس جمعيه ديال الجيل الجديد اللي طلعت ابطال، لعبوا بطولات مغربيه وبطولات دوليه، وكانت الجامعه الملكيه هي اللي كتكلف بالمصاريف كامله، من تنقل، من طائره، من فندق، من لارجون دو بوش، حتى ومن اللي كيساليو البطولات ديالهم كيجيو كيبقاو الشيك ديالهم كيتسنى فيهم. يعني الجامعه الملكيه قايمه بالواجب وباكثر، وبالنسبه للابطال كلهم حتى هما كلهم يعني اللي كيتجاوزوا الاختبارات ديال النخبه الوطنيه كلهم كيمشيو معززين مكرمين، ما كيخصهم حتى شي حاجه. بالنسبه للمثال الحي اليوم هذه 2020، ما غنمشوش بعيد، غنهضروا على 2019. كنت من المحظوظين اللي اجتازوا الاختبار ديال النخبه الوطنيه، وتاهلت باش غادي نمشي نلعب في مصر في شهر 5/2019 في البطوله العربيه، والحمد لله توفقنا ومشينا. يعني كل شيء على حساب الجامعه، من البديه من هنا من المغرب ومشينا في احسن فندق اللي هو عباره عن باخره وسط الماء، يعني كانت واحد مدينه اسيوط، وحتى من يعني جميع المصاريف ديال المشاركه خلصتها الجامعه الملكيه، حتى المصاريف ديال اللون حتى هي خلصتها، بالنسبه للماكله، المشرب، المبيت، كل شيء على حساب الجامعه. هذه شهاده ديال الله سبحانه وتعالى. وبالنسبه للابطال اللي لعبوا في سميتي انايا، يعني اللي كانوا ابطال تحت الرعايه ديالي، مشاو من 2017، مشاو للبرتغال، كاين اللي مشى للجزائر، كاين اللي مشى لتونس، كاين اللي مشى لاسبانيا، يعني وشاركوا كلهم تحت لواء الجامعه الملكيه، وكل شيء على حساب الجامعه الملكيه. يعني الجامعه الملكيه الحاليه اللي تحت رئاسه السيد خالد الراحي، اللي كنتمنوا ليه الشفاء ونتمنوا الله يطول ليه في عمره. ومن هذا المنبر كنشكر جميع اعضاء ديال الجامعه، كلنا على حدة وكلهم بالاسم ديالو، لهذا الاجتهاد وهذا الشيء اللي كيقوموا به في سبيل هذه الرياضه باش تزيد قدام. ونتمنى التوفيق للجميع. وبهذه المناسبه كنشكر الجريده ديال اصوات اللي تحت لنا الفرصه باش نعبروا على هذا الراي وهذه الكلمه ديال الصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.